أهداف متباينة استقبل فريق جمعية شلفشة ببتبيجايا، فصاحب الدار كان ينوي إضافة النقاط الثلاث وضمان راحة أكبر في مقدمة الترتيب. أما الضيف فكان يسعى لإيجاد طريق الفوز الذي تاه عنه، وبين التشكيلتين دار حوار كروي بين أخذ ورد، أنصف الضيف في الشوط الأول وصاحب الأرض في الثاني، لينتهي الأمر بينهما بتعادل وتقاسم غلة اللقاء. المرحلة الأولى، ورغم حماسة أشبال سمير الزاوي ونسجهم للهجمات الكثيرة، إلا أن الهدف لم يأتي، خاصة أمام تألق الحارس ميكراش الذي أهدر كل المحاولات. وبما أن الجمعية لم تصل للشباك مرارا وتكرارا، فإن الشبيبة فعلت ذلك إثر هجمة مرتدة. بيتش يقدم كرة من ذهب لبهي الذي افتتح باب التسجيل عند الدقيقة 43. في المرحلة الثانية تغيرت الأهداف وحاول الشلفة والتعديل على الأقل، فأتيحت الفرص بكل الطرق عن طريق الهجمات وتنفيذ الأخطاء والركنيات المتتالية، إلا أن دفاع الشبيبة كان مستميتا وحال دون الوصول للهدف، وكان لزاما على أشبال الزاوي الانتظار إلى غاية الدقيقة 85، ومن كرة ثابتة لمغيلي البديل قدور شريف يعدل وبطريقة جميلة تنفس من خلالها الجمهور الشلفاوي السعداء. وعلى هذه النتيجة انتهت المباراة هدف في كل شبكة.